طريقة عمل كرسي، أقول له أنا عايز كيوب، ومن الكيوب هبدأ أتحكم في الفيليب بتاعه بالشكل دوت، وأبدأ أكرر كيوب. تمام، الكيوب التاني هبدأ أصغره شوية، الشكل دوت، وابدا اعمل له موف، وبعد كده هقول له انا عايز بول، واسحب الكيوب الاولاني واسحب الكيوب التاني، اطلع ده قبل دوت، او بالشكل دوت انا اصبح عندي كرسي اقدر اتحكم في المقاس بتاعه. تمام، بحيث ان انا اعمل الشكل اللي انا عايزه.